دلوقتي مع حضراتكم هنتوجه إلى بركة السبع في محافظة المنوفية، هنقابل محمد صبحي إمبراطور تربية الأغنام، هو متخصص في التهجين ما بين أندر سلالات الأغنام في العالم. هتشوفوا عنده سلالات غريبة بالفعل، خليكم معنا. محمد صبحي شاب من محافظة المنوفية وتحديداً مركز بركة السبع، أباً عن جد شغال في تربية الأغنام والتهجين ما بين سلالتها. هو قلبه حديد بصراحة وفاهم في السلالات النادرة من الأغنام زي السافولك والمارينو والعساف والدوربر والبرقي وغيرها، وبيشتريها بأي تمن. محمد صبحي مزرعته اسمها الإمبراطور، وبجد محقق نتائج هايلة في التوائم اللي بينتجها وقدرتها على تحقيق نسب معامل تحويل غذائي مبهرة، وكمان في إنتاج الألبان، وبالتالي في حال تهجينها بالسلالات المحلية بتكون النتائج رائعة. تعالوا نقابله عشان نفهم حكايته مع سلالات الأغنام اللي قيمتها عالية وأهم النتائج اللي حققها من عمليات التهجين ما بين مختلف السلالات. انت واحد من كبار مربي الخراف في مصر، الحمد لله. في سلالات عندك احنا ما شفناهاش قبل كده ولا نعرف عنها حاجه، انت قدرت تحصل عليها الدوربر والسافولك وحاجات كتير كده هتحكي لنا عنها، ولكن في النهايه نسب التحويل مهوله، التوائم مهوله، كل الناس اشتغلت معاك كسبت وتراضت. الحمد لله، قولا واحدا الحمد لله. واللي معترض يقول صح ولا لا؟ اكيد طبعا. طيب بالراحه كده بقى قبل ما ندخل نفرج الناس على السلالات اللي عندك النادره جدا دي، انا شفتك في مزرعة في السويس، كانت شحنة جاية من برة، انت دخلت خدت 13 نتاية وحوالي 5 دكورة، التمن كام؟ عدينا 1.5 مليون. الحمد لله. أنا وقفت قدامك كده قلت الراجل ده فاهم بيعمل إيه. الحمد لله، ده توفيق من عند ربنا. ربنا يبارك لك ويزيدك، تستحق كل نجاح. ولكن عايز أفهم الأول مين محمد صبحي، بدأت شغلنا إمتى؟ ده البداية، بعد كده ندخل في التفاصيل. أنا السلالات شغال فيها الحمد لله يعني أبا عن جد، فالحمد لله يعني انا واخدها وراثه، وبعيد عن وراثه كمان هي حاجه عشق بالنسبه لي، ما اقدرش استغنى عنها. طيب محاولات بعض الشركات المصريه انها تجيب لك سلالات من كل انحاء العالم وخصوصا من جنوب افريقيا والبرازيل، عندهم سلالات مهوله جدا، ده بيفرق معاك كمربي؟ اكيد طبعا بيفرق معايا كتير. آه. بيفرق معايا كتير قوي، يعني مثلا عندي ناتج ام سواكني، عندي ناتج منها مع الدوربر، حاجة بسم الله ما شاء الله، المولود عمره 3 شهور بينباح حاليا في مصر ب 20,000 جنيه، والأم أصلا ب 5000 جنيه وب 6000 جنيه وب 7000 جنيه وب 10000 جنيه على حسب مستوى الأم. ما خلينا نتفق على حاجة، احنا بنشتغل على الذكر. تمام. هو الأب. الأب الطلوقة. هو ده اللي لازم الطلوقة سلالة تبقى قوية جدا. بالظبط. عشان خلفته تطلع نفس شكله. شايلة الجناب بتاعته. والأم هي الوعاء، أيا كان بقى نوع الأم. بالظبط، الأم ما تفرقش معايا. طب كمية اللبن اللي بتديها له وهي ممكن تكون أم ضعيفة، تعينه إن هو يتحول ويدي الصفات الوراثية بتاعت الأب؟ يدي الصفات الوراثية، ولأن طبعاً هو أصلاً تحويل الأب عالي، فطبعاً مدي الجينات دي في المولود اللي جاي. تمام. وبالنسبة لأي مربي في مصر الطلوقة هو رقم واحد، الأم مش أمر، يعني الأم وعاء. لما سألتك لما قابلناك في المرة الأولانية في المزرعة اللي كانت مستوردة كمية من السلالات النادرة جداً، قلت لك انت عملت ايه بالشغل اللي جالك؟ وفي ناس كتير جدا طلبت تتكلم معاك، قلت لها احنا عملنا مشروع كتير جدا للناس اسسناها ليهم، اديت لهم من عندك من المزرعه، بنديهم طلوقه دوربر بيور استراد على 50 ام على 40 ام مثلا من الاغنام المارينو، على 40-50 على 40-50 الناس اللي خدت منك عشان تربي واقتنعت ان انت راجل متخصص واستفادت من خبرتك، الناس دي كلها بتكسب؟ اكيد طبعا بيكسبوا. طب قول لي بيكسبوا ازاي؟ انا النهارده راجل على قد امكانياتي وعاوز ابتدي مشروع، اكيد مش هروح اجيب طلوقه ب 100,000 جنيه، طبعا هشتغل الاول بدكر خليط مثلا ب 20,000 جنيه مع امهات عساف او خليط عساف، رينج الثمن الام مثلا 15,000، انا ممكن النهارده ادخل لي مثلا 10 نتات ودكر خليط اللي هو مثلا خليط دوربر
انت فاهمني، لحد ما يبقى عندي انتاج، وبعد ما يبقى عندي انتاج اطلع الانتاج اللي عندي، ممكن اقدر اجيب طلوقة بيور نقي بال100,000. انا دلوقتي جبت الخليط ده ومعاه نتايات ولقحت، وبعدين هعمل ايه بقى بالانتاج؟ الانتاج اللي طالع تمام، انت ممكن يعني لو في امكانيه ان انت تربي النتايه اللي هي طالعه من الانتاج عندك من نتايات، فانت ممكن تربيها، لانك انت طبعا لما تربي النتايه هتبقى الذكر هيديك مواصفات للخلف اللي جاي افضل من الام. طب انا ابيعها امتى؟ ابيعها لو عندي الطلوقه اللي واقف عندي في مزرعتي او في بيتي تمام مش بيور، فانا لازمني طلوقه بيور لما اجيبه ابيع الخليط. بالظبط كده، فبضطر ان انا اطلع الخلايط الناتج اللي عندي علشان امسك ال 100,000 جنيه في ايدي واجيب طلوقه تمام بيور. انا جبت الطلوقه وجبت الامهات وانتجت، هبيع فين؟ انت بتسوق ازاي؟ اي مزرعه بتدخل مننا شغل باي كميه، اي انتاج لو هو ما عندوش تسويق فانا سوقه. تمام التسويق بتاعه عندنا بسعر محترم. بسعر محترم طبعا، يضاهي الفلوس اللي دفعتها اكيد طبعا. تمام، مش حته لحمه وخس سلام لا يعني. لا 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 خالص. طبعا باسعار محترمه زي ما السوق ماشي. يعني النهارده مثلا الخلايط شغاله الحته وليكن من 15,000 لحد 30,000 جنيه في الخلايط الدوربر. يعني يبقى عندي برضو لو انا عايز ابيع لجزارين شويه امهات رحماني على مش عارف ايه حاجات اللي هي السهله دي، الخلايط اقدر ابيعها للجزار. يعني خليط دوربر مع خليط مع رحماني. تمام، خليط دوربر مع برقي، خليط دوربر مثلا مع بلدي. ده لو انا عايز اعمل خط من عندي ابيع بيه للجزارين. للجزار. وممكن زي كده اركز في السلالات بس. بالظبط، انت مركز سلالات. السلاله، لان النهارده السلاله بتمن البلدي. النهارده في مصر تمام الخلايط بتمن البلدي، يعني الام العساف مثلا ب 15,000 وب 16,000 وب 17,000، الام البلدي النهارده ب 13 وب 15 وب 17,000 البلدي. طب ايه اللي يخلينا ربي نتايه بلدي بليه؟ طبعا البلدي زي ما احنا فاهمين نسبه الدهون فيه عاليه تمام، انما العساف مثلا نسبه الدهون فيه قليله جدا. فالنهارده اما اشغل طلوقه دوربر على نتي عساف اوفر لي من إما يبقى عندي قطيع بلدي. خلي بال حضراتكم، في قرية كاملة اسمها الشبانات بمركز الزقازيق في محافظة الشرقية بتشتغل على صوف الأغنام، يعني بيروحوا المزارع عشان يفوزوا بقص الصوف بسعر بيوصل ل7,000 جنيه للطن الواحد، وطبعاً ده بينتجوا منه أفضل خيوط على الإطلاق للملابس الجاهزة والسجاد والمفروشات. عايز اعرف حاجه، الولدات هنا ما شاء الله كلها توائم صح؟ ما شاء الله. ما شاء الله، يعني عايز اعرف منك بتوصل وزنها لقد ايه وفي خلال قد ايه؟ يعني اديني كده جدول زمني، 3 شهور 6 شهور سنه. يعني انا لحد النهارده الحمد لله بان عندنا مثلا الدوربر، خلف الدوربر اعمار دلوقتي 7 شهور. اعمار 7 شهور؟ اعمار 7 شهور ما شاء الله، 80 ده كيلو. ده بيقول تحس بيقول الله اكبر. ما شاء الله 80 كيلو طبعا عندنا الحاجات الصغيره دي اعمار 3 شهور من شهر ونص، في الحاجات اللي واقفه دي من شهر ونص لحد 3 شهور اقصى حاجه. السافولك البيور ده 3 شهور اللي هو ده 3 شهور ما شاء الله، يعني وزنها يعدي ال 50 كيلو. يعني مشروع في حوالي 200-250,000 جنيه ولا اقل من كده نبدا مشروع خلايط نتعلم فيها. تمام، انت ممكن تبدا مشروع ب 250,000 جنيه. اجيب بيهم ايه؟ انا ممكن النهارده اجيب لي مثلا خليط طلوقه خليط مثلا ب 20,000. والامهات؟ والامهات مثلا ممكن اجيب لي حوالي مثلا 20 نتايه تمام في انواع خلايط عساف مثلا ماشي. او خلايط سافول مثلا في 15,000 جنيه نتايه. تمام تمام، يبقى انا عندي 20 نتايه ب 15,000 300,000 جنيه. 300,000 وعندك الطلوقه ب 20,000 جنيه. عندي الطلوقه ب 20,000 ب 320,000 جنيه. عندي حالا دلوقتي قطيع 20 نتايه وذكر. تمام؟ بس هو يفضل ان انا اشتغل بطلوقه بيور. تعال ندخل جوه عشان انا عايز بقى الناس تتفرج على الام والاب. تمام تعال. الوحوش اللي عندنا. يلا بينا. يلا بينا. دلوقتي بقى تعالوا نعمل جوله مع محمد صبحي عشان نتعرف على شكل السلالات النادره اللي بيشتغل على التهجين ما بينها ومميزاتها في عالم الأغنام. هنا كل شقة عمرك وخبرتك كلها من هنا صح كده؟ طبعا صح. طيب خلينا نبدأ من هنا جنب ده في الدوربر صح كده؟ الدوربر مع العساف ودوربر مع الخليط السافولك والخليط تكسل. الذكر اللي راسه سودا ده دوربر. ده دوربر بيور استراد.
بيبقى اسمه دايما بلاك هيد انا فاكر صح؟ بلاك هيد اه. الوحش ده بقى ما شاء الله ربنا يحميه لك، انا عارف ان ده برقم. الله يخليك اكيد طبعا ده. يعني النهارده يعمل له 150,000 170,000. معاه كام نتايه؟ هو معاه في العنبر ده 30 نتايه. 30 نتايه؟ 30 نتايه لوحده. لوحده اه. ده المارينو ده العساف. دي مارينو دي عساف تمام؟ ده عساف. اللي راسها كبيرة شوية دي؟ دي عساف. دي عساف، اللي راسها صغيرة ده المارينو. بالظبط. تمام؟ دي مارينو وده عساف وده عساف وده خليط تكسل. انت لسه شايل الصوف بتاعهم صح؟ لسه اه لسه مقصوصين بقى يعني احنا. الصوف ده ليه تمن النهارده؟ النهارده اه اكيد طبعا. كام بقى؟ يعني هو الطن بتاعه ب 10,000 جنيه. طيب احنا دلوقتي حاطين هنا الدوربر كدكر. كدكر دوربر. مع نتيجات عساف ومارينو صح كده؟ تمام. وبناخد الولدات بتاعتها كل قد ايه بقى الولدات؟ يعني انا عندي مثلا العشر طبعا بيبقى فتره العشر 5 شهور. اه. تمام؟ بفطم من بعد الولاده بثلاث شهور. بعد الولاده بعد الولاده بثلاث شهور. ثلاث شهور تمام. اه يعني كم عندي. ولده بتاخدها منهم يعني هنا مثلا بتقول لي يعني كم نتايه 30؟ العنبر هنا 30 بتاخد كم كم ولده متوسط؟ آه. الخلف عندي هنا يعني في اللي بتجيب 2 وفي اللي بتجيب 1. آه. فمتوسط الخلف 30 نتايه 45 حته. خلينا نتنقل نسيب الوحوش هنا حبيبي صح كده. نتنقل هنا ده ايه بقى؟ دي خلايط سافولك وخلايط دوربر لسه ما اتحلقتش دي صح؟ دي حاجات لسه مفطومه متفطمه دي طبعا عمر 3 شهور. لا خلينا نرجع لقبلها معلش معلش تمام معلش ماشي. معلش ما هذا؟ دي الاغنام الباكستاني. اه دي اغنام باكستاني دي وحوش ما شاء الله. اه طبعا الغنم دي الحمد لله الوحيده في مصر اللي موجوده عندي في مزرعتي ان شاء الله. الرمادي اللي هناك اللي جوه ده بالظبط ده معاه كام نتايه بقى؟ 1 2 3 4 5 10 نتايات. ايه مميزات الباكستاني يعني؟ الباكستاني تحويله عالي ما شاء الله تمام. طبعا مع العمر الكبير بتاعه عمر سنتين سنتين ونص تمام بيدي موازين رهيبه بالنسبه للذكر يعني بيدي 200 كيلو 210 كيلو بالنسبه للباكستاني فهي سلاله ممتازه. طب انت لما بتعمل شغل التهجين ده وانت متميز فيه جدا الحمد لله بتثبت السلاله ازاي بقى؟ بثبت السلاله ازاي؟ آه. يعني انا مثلا النهارده خليها تتحرك. تعالى. اه انا النهارده مثلا عندي خليط وصلت مثلا لدرجه تحويل عندي محترمه في الخلف اللي جاي فطبعا بشغلها على بعضها. يعني ايه بشغلها على بعضها؟ اب وام من نفس السلاله. اب وام من نفس السلاله بتحافظ عليها كده. انا حافظت على السلاله وثبتت السلاله ما تضعفش ابدا. لا خالص. هنا ايه بقى؟ هنا طبعا خلايط سافولك وعساف. اللبن بتاعها بتعرف تبيعه؟ اكيد طبعا. يعني في ناس تيجي تاخد منك عايز منك لبن الدوربر اه لبن السافولك. ايوه بيدخلوه في التصنيع؟ بيدخلوه في التصنيع اه من اغلى الالبان البان الغنم والماعز. ايه ده بقى؟ دي اغنام خلايط سافولك وسافولك. شاور لي عليه سافولك ده اني واحد. ده سافولك. اه ده الدكر ده. ده دكر سافولك اللي هو راس السودا. خلايط سافولك اه هو السافولك كله عامه هتلاقي راس سودا ملونة. والخلايط السافولك بقى بتبقى ملونه بني ابيض في اسمر. الاسود هو اللي بيبقى درجه النقاء فيه عاليه البيور. صح كده بالظبط. بالظبط. هو في موسم للتلقيح؟ اكيد طبعا. امتى اليومين بقى؟ دول امتى؟ اليومين دول. اليومين دول أوه. لا اديني وقت يعني من 9 أوه. بيشتغل معايا التلقيح لغايه شهر كام؟ لحد 4 و5 شغال معايا. الاعلاف بتكلفها كتير؟ احنا قلنا الامراض بنعرف نتعامل معاها ازاي تمام. لكن الاعلاف لا طبعا الاعلاف ما بتكلفنيش. انا شغال حاليا عشان برسيم حجازي وشويه ذره رشناهم بره بالظبط. وشغال بالعرش السوداني طن العرش السوداني ب 4000 جنيه تمام. تمام فطبعا ده موفر ليا كتير يعني طن ب 4000 جنيه مش حاجه طبعا. انا بدي للنتايه عندي يعني عنبر زي ده فيه 50 حته بياخد 50 كيلو عرش سوداني. 50 كيلو عرش سوداني طبعا دول بمصروف يومي 200 جنيه مش حاجه. 200 جنيه 200 جنيه لل 50 حته. انت تقدر تخلي الدوربر مع السافولك والدوربر مع النتي المارينو والدوربر مع النتي اللي هي العساف صح كده؟ تمام. وكل نتيجه انت فاصلها لوحدها اكيد. لكن افضل نتيجه حصلت عليها ايه؟ الدوربر مع ايه؟ مع العساف. الدوربر والسافولك. ما هو انت جايب ثلاث سلالات ما لهمش حل. فلما تاخد الدوربر ذكر والنتايه عساف او سافولك طبيعي ان ده يطلع. اكيد طبعا. صح ولا أكيد لا؟ اكيد طبعا. تحويل ممتاز جدا دوربر مع عساف ودوربر مع سافولك بيطلع لك نتائج. بيطلع نتائج جباره. محمد صبحي أيقونة في مجاله كمربي للأغنام السافولك والمارينو والعساف والدوربر وغيرها وبجد ما
مشروع مربح لدرجة ممتازة وفي طلب كبير على الإنتاج من الأغنام الخليط كلحوم وعلى السلالات لتحسين مواصفات الأغنام في مختلف المزارع.